تقصد الحديث بوقاحة إذا لم تتحقق توقعاتك كزميل بيزنطي. أقدم التحقيقات. أيها الناس، لقد بالغوا كثيرا في الشائعات عن شر. هل يمكنك إسكات الذين يشوهون سمعتي؟ كان مجرد جرح سطحي، لكنه ترك منه. هو لحظة من وقتكم يا أصحابي ليصبح يومكم فريدا. الفتى المغرور الذي من مر. باسم، أنت بخير؟ باسم، أنا لا أعلم. كنت على حق يا نهال. عدوتي قبيحة، كانت تحمل الإجابات. ماذا عرفت؟ أن هناك المزيد عن حقيقتي، حقيقة حاولت قبيحة أن تخبرني عنها، حقيقة سعت معلمتي إلى إخراسها. تكمن تلك الحقيقة في ألموت. فلنمضي إلى ألموت. سأذهب يا نهال، أنا وحدي. أنت تحتاج إلي. أحتاج إلى أن تكوني بأمان. أنا بأمان معك وأنت معي. قد لا أعثر على أي شيء هناك سوى الخطر والموت. هذا قدري ولن أدير له ظهري، لكنني لن أجعلك تواجهينه أيضا. أينما وليت في إثرك أذهب. حيثما ترتاح أرتاح وأطرب. سأسير خلفك كل خطوة من الطريق. لن تكون وحيدا أبدا. احزم أمتعتك، لن نغادر ألموت حتى تعثر على الإجابات التي تبحث عنها. امشي. هيا. ليس الترحيب الذي ترقبته، ها؟ حسناً، حالفك الحظ ولم تكن هنا حينما أتانا الطاهريون. ماذا جرى؟ أخشى أن ألموت قد سقطت. كلفت بالبحث عن العون، خرجت إلى الصحراء للعثور على آخرين من العسس، ثم عثرت عليك.
أكان هناك آخرون معي؟ لا، أنت فحسب. إذا نهال على قيد الحياة. بروشان، كنت آمل أن تكون معك. تعال يا أخي، علينا الخروج. يجب العثور على أي ناج وتخليص ألموت من غزوها. أخشى أنني لا أستطيع. إلى أي حد؟ سأجعلهم يدفعون الثمن واحداً تلو الآخر. الثأر ليس نهجنا يا أخي. نهجنا ترقد نازفاً حتى الموت وما زلت تتشبث بهذا الاعتقاد الأحمق؟ ومن أجل ماذا؟ لم تستطع عقيدتنا حماية ألموت، ولم أستطع أنا. وأنا كذلك، لكن معتقداتنا أبقتك على قيد الحياة، وهي السبب الذي يلزمك بإنقاذ من قد يبقى منا حياً. يمكننا الاتفاق على ذلك، أعدك. وفقك الله يا باسم. لم يعد هناك ما يقال يا أخي. اذهب، أنقذ من تستطيع إنقاذه. نور، جولاتنا، تدريباتنا، أشعر وكأن عمر. اهدئي، اهدئي يا فتاة. كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام. تركك سيدك في رعايتي. معبدنا، أيا كان ما يقبع تحته، يجب أن أراه بنفسي مهما كلف الأمر. كل هذه الدماء والموت، أهذا ما عانته قبيحة بتمهيد الطريق؟ كوني بخير يا نهال، أرجوك أينما كنت. ما زال بعض عشيرتي أحياء. ما زال بعض عشيرتي أحياء. المرشد ريحان واحد منهم. Thank you.
أن لديك ما تقدمه إليهم، ما تعلمه. أحتاج إلى أن أسرع خطايا، إنهم لا يستحقون الموت. الشيء الذي لا أفهمه عن أمس لا يدي. إنه المطلوب، بعد سأفعل. باسم، ماذا؟ الحمد لله، لا أرى آخرين. تعال ساعدني في حل وثاقي. باسم، ماذا تفعل؟ حررني. باسم، كيف؟ ظننت أنك في بغداد. أين الآخرون؟ روشان، أتيت وحدي لنفس السبب الذي أتى من أجله هؤلاء الرجال. أعلم الحقيقة أيها المرشد عن المعبد وعما يخفيه. أخبرني أعداؤنا بهذا، حثوني على البحث عنه لأنني الوحيد الذي يستطيع. أنت؟ لهذا استخدم التنظيم الطاهريين ليبيدوا ألموت، لأنك أنت مفتاحهم. لأي شيء؟ ما الذي تحميه ويستحق إراقة كل هذه الدماء؟ أرض قديمة، كان واجبنا
على مر الأجيال أن نرعاها ونحميها من التنظيم الذي يسعى لإفشاء أسرارها. مدخلها بالمعبد، لكن يا باسم، رغم أنها محرمة فقد بحثت ولا طريقة للوصول إليها. سأعثر على طريقة للدخول بنفسي. لا تفعل ذلك، هذا ما ينشده التنظيم، ألا ترى ذلك؟ إذا وقع ما نحميه في الأيدي الخطأ سيقع في يدي. انظر حولك إلى ما يستعد التنظيم أن يذيقنا إياه. إذا استطعت اكتساب المعرفة التي يسعون إليها فقد يمنحنا ذلك اليد العليا أخيراً في هذه الحرب التي لا تنتهي. إنه سبيلنا للمضي إلى الأمام، للمستترين. باسم، المعبد ينهي هذا الأمر. لن يعترض طريقي شخص أو شيء. ليس الآن، ليس وأنا بهذا القرب. أتطلب إيقافي عدداً أكبر منكم. ينتظرني المزيد منهم مما يكفي لأقول إنني على الطريق الصحيح. المعبد، لا أن لن ندخله. أعرف، سحقا للأوامر. رأيت القتال الذي خضناه على الأمر بصالحي. ما في مهرب أيها الكلب. لا تنجيك الحيل. وجدت بعض كفى ثرثرة. مرة أخرى. يا لبطئك مثير البيوت. شباب استدر وقاتل. لنرى إن استطاع إنجاز ما عجز عنه هؤلاء الدخلاء.
أي ساحر هذا؟ مهلا، إنني أعرف هذا الرمز. حذرتك مما سيحدث. آخر فرصة. حسناً. هذا خطأ. وصل الأمر إلى هذا الحد إذن. أن نقتل بعضنا؟ هذه فكرتك عن الأخوية؟ الأخوية متحدة، ولا مكان فيها لمن يضع مصالحه فوقها. أذلك ما تظنين أني فاعله؟ أفق يا باسم، إنك تسير في درب التنظيم. الأشخاص أنهم تمت على قتالهم. إنك تتم مهمتهم معرضاً الشيء الذي أقسمت أن تدافع عنه للخطر، الإرادة الحرة. وأين إرادتي؟ كيف أنتصر لما هو حرام علي؟ عقيدتك معيبة. لابد من طريقة لهزيمتها. هكذا سأضعفها. آخر فرصة. لقد وثقت بك، منحتك كل ما لدي فكذبت علي. كنت تعلمين منذ اللحظة التي غادرنا فيها الأنبار وأنت تعلمين حقيقتي. لم أخشى إلا ما قد يسفر عنه ذلك، لكن كان علي أن أضع مخاوفي جانبا. لم تكن إلا شابا محطما ووحيدا تحتاج. استسلمي. باسم. دعها، هيا. لم أرد هذا قط، لكنني أريد أن أعرف. لا أريد فقدانك بسبب ما قد تعثر عليه هناك. ليس عليك الالتفات إلى الماضي لتعلم من تكون ومن يمكنك أن تكون. يمكنك الاختيار يا باسم، ثق بي. لقد حاولت، لكن في النهاية كنت تظنين أن الأفضل هو أن تتحكمي بي دون أي اختلاف عن أعدائنا. باسم، ها هنا. أنا أعلم ما يكون هذا. المفتاح.
ستتبعنا. لا، لا تستطيع، رأيت ذلك بنفسك. مزيد من تلك الأغراض. أتساءل عما يوجد بداخلها من الحقائق، وما القصص التي يمكنها سردها. أياً كان الموجود بالداخل فهو بالغ الأهمية للمستترين ولتنظيم القدماء ولي فيما تورطنا. إلى أين انتهى بنا دربي؟ الأفضل ألا تعرف سبب إحضار أي شخص إلى هذا المكان. دعوني عيناي، أترين ما أرى؟ نهال، أنا هنا. أينما نكن فهو مبني منذ زمن بعيد لخدمة غرض لا أعرفه. أنا أعرف. كيف؟ لا أعرف. نهال، إنك تثيرين قلقي. نهال، أرجوك تحدثي إلي. لا
أظهر نفسك! أتجرؤ على الاختباء مني الآن؟ بعد كل ما جعلتني أقاسيه؟ أين أنت؟ الجني الذي يراودني في أحلامي والشخصية التي في هذه الرؤى كلاهما شيء واحد. هل هذا ما كنت أراه؟ ذكريات حياة منذ أمد بعيد؟ هل هذه ذكرياتي؟ ألذلك يبدو الجني حقيقياً؟ يا معذبي، يا مصدر كل ما يؤرقني، إذا كان الأمر كذلك فلابد لي من مواجهتك. لا، لما أرى هذا؟ سوى الذكريات التي تهز روحي. في لحظات الشدائد هذه كنت أشعر بأشد القرب من الجني. ذلك الخوف الذي لا يلي يشلني في أضعف حالاتي. لم أفهم على الإطلاق مما جاء أو لما يطاردني هكذا، لكنني بدأت أتذكر. في زنزانة باردة، متوسلاً أن يتوقف كل شيء. لعل الشخص الذي كنته ذات يوم يسعى إلى الخلاص، لكن إذا قدر لي تجاوز هذا الألم فما أريده هو السلام. وضع حد لهذا. الزنزانة، زنزانتي، أوشكت على الوصول إليها. لا تراجع. إنني أراك على حقيقتك، ذكرى قاسية من حياة ماضية. وستظل هناك في الماضي. لا باسم، إنها البداية فحسب.
لنا، لما ينتظرنا، لفهم أعمق للعالم الذي تركناه ولمكاننا فيه. طوال حياتي قاتلت الشخص الذي كنته، الذي وجب أن أكون، وها أنت ذي طوال الوقت، الجانب الذي قومته بداخلي. انعكاساً لمن كنا عليه ذات مرة، ولمن سنكون عليه ثانية. ينتظرنا الكثير جداً، عالم جديد. دعني أريك. إذن لن أراك مجدداً، محق. هل سأكون وحدي؟ لن تكون وحيداً أبداً. لبث الأمر. انتهى الأمر، اتخذتما قراركما، والآن أتخذ قراري. وداعا يا روشان بنت لا أحد، تشرفت بمعرفتك. هيا يا باسم، لدينا الكثير لنناقشه. سنفعل ذلك أيها المرشد. الذكرى التي دفنتها لهذا المكان، لهذا السجن، وللتعذيب الذي عانيته هنا، لقد تفاقمت لسنوات في الظلام والأحلام، واتخذت هيئة جني لتطاردني وتفزعني، حتى استهلكت حياتي اليقظة. لكنني واجهت ماضية وألمي وتقبلتهما.
لقد غيرت جلدي مرة في زمن مختلف ومكان مختلف، لكنني اكتملت مرة أخرى، أتذكر ذلك. وأما الذين فكروا في تقييدي، إن كان منهم من لا يزال على قيد الحياة، فإنني أتطلع إلى رؤيتهم مجددا. لكن حتى ذلك اليوم ينتظرنا عالم جديد.